ريكورد. طيب، السلام عليكم. الأول كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يبقى ترم لطيف عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة خلاص بقى قدوم رمضان، فإن شاء الله تبقى سنة جميلة على الكل. المادة اللي عندنا اسمها Principles of Nano Electronics، والحقيقة إن المادة دي هي يعني انا واخد النص الاولاني من الاسم اللي هو البرنسبلز اوف نانو، وشلت كلمه الكترونكس في تدريس الكورس. يعني بمعنى ان انا هدي الماده من وجهه نظر النانو ساينس، علم النانو عامه، وايه لازمته، ايه استخداماته، وبيدخل في ايه دلوقتي. أنا عايز أعمل أدميشن تلقائي، بس هي مشكلة إن الزوم في الفترة الأخيرة بقت في ناس بتخش من دول كتير، معرفش إزاي بيأكسسوا على الرومز بتاعتنا، فالواحد قلقان بس إيه أفتح الأدميشنز. طيب، خلينا ندخل على طول في المحاضرة. فزي ما بقول كده، أنا هبدأ أتكلم على النانو ساينس اللي هي بوابة المستقبل زي ما بيقولوا، يعني علم النانو بشكل عام. مش هدرس الكورس كالكترونكس، يعني لما تيجي تشوف كورس النانو الكترونكس في الجامعات الهنديه تلاقيه بيبدا من اول الدايود، ياخد سيمي كوندكتورز كلها، وياخد الدايود والترانزستور لحد الفيت الموسفيت، ويعيش بقى جوه الموسفيت تحديدا في السيموس، يقعد كتير قوي في السيموس يدرس التكنولوجي من اول التصنيع لحد الاوبريشن والسيركت والموديلنج والدي سي والاي سي، يعني بيقلبها الكترونكس خالص. لكن انا هنا باخد البرنسبلز اللي هي مبادئ النانو الكترونكس، هو انا باخد بقى مبادئ النانو عامه، علم النانو بشكل عام، الابلكيشنز بتاعته داخل في ايه، صناعات ايه، ليه بدرسه، وبدي بعض الماتيريالز او المواد اللي هي بتعتبر نانو ماتيريالز، اللي هي الحاجات بقى اللي بتخش مثلا في علاج السرطان، الحاجات اللي بتخش مثلا في تحليه الميه، يعني الحاجات اللي بتخش في صناعه الفولاذ، الحاجات اللي هي الصلبه القويه، كل دي نانو ماتيريالز. الغريب ان في النانو لما تيجي تقرا كده الهيستوري بتاعه تكتشف ان مثلا بمناسبه يعني موكب المومياوات بتاع امبارح ده، الملوك الفراعنه، تكتشف مثلا ان كان في سيوف قديمه موجوده، والسيوف دي لما جت اتحللت هي تبدو ان هي حديد، يعني السيوف حديد، بس لما جت اتحللت لقوا فيها حاجه معروفه دلوقتي باسم النانو كاربون تيوب، انابيب صغيره خالص عامله زي الشعر. الانابيب دي داخله مع الماتيريال الاصليه اللي هي مثلا وات ايفر بقى، حديد، رصاص، ايا كان الماده اللي كانت معموله منها، السيف، فمخليه ليها كميه صلابه غير طبيعيه. فتكتشف ان السيف ده قوي جدا، قاعد بقاله كام ألف سنة، ما بيتكسرش بسهولة، بعكس السكينة. أنت لو شاري سكينة دلوقتي تلاقيها يعني لو اتكيت عليها وأنت بتقطع حاجة بتتقطم أساسا. فالناس دي وصلت إزاي لعلم النانو كربون تيوب؟ ما حدش عارف. يعني هو النانو كربون تيوب إحنا لسه بنكتشفه من الثمانينات مثلا، من 20 30 سنة. فالناس دي وصلت إزاي لإن هم يدخلوا في السيف، بالذات الجماعة اللي هم بيقولوا عليه السيف الدمشقي، اللي هو السيف اللي فيه زخارف اللي مع الملوك والحاجات دي، كان منتشر قوي في حته النانو كربون تيوب. شعيرات كده معينه تتحط على الماده فبتزود من الصلابه والقوه بتاعتها. ازاي؟ ما حدش عارف لحد دلوقتي بالظبط، يعني وصلوا لها ازاي، وهل هم كانوا قاصدين او عارفين ان الماده دي بتقوي الصلابه ولا لا، دي مش عارفين برضه. فعلم النانو علم لطيف لما تيجي تقراه. فاحنا هناخد الماده من وجهه نظر كده مقالات، يعني هنفهم الدنيا ماشيه ازاي، مش من وجهه نظر الكترونكس زي ما احنا قلنا، عشان خاطر ما تملوش. في النهايه انا بعرفك على علم جديد وتطبيقاته، وتعمل انت ريسيرش بقى في حياتك لو حابب تكمل في الموضوع ده. هنتكلم على التكنولوجيا النانو بمعنى صح. طيب، ده الكورس كونتنت، وهو فيه نانو ساينس. يعني الكورس كونتنت لما نيجي نقرا هنقرا النانو سكيل كومبوننت اللي هي الحاجات اللي هي احجامها صغيره، الكربون نانو تيوب اللي لسه كنت بتكلم عنه، في حاجه اسمها الكوانتم دوت، دي برضو من المواد اللي بتخش في تصنيع حاجات كتير، الالكتريكال بروبرتيز بتاعت الديفايسز اللي احنا هنتكلم عنها. يعني مثلا انا هسال سؤال يبدو عبيط شويه،
السؤال ده بيقول لون الذهب ايه؟ اللون المتعارف عليه بتاع الذهب. حد كده يقول لي؟ مفيش حد هنا بيتعامل مع ذهب؟ طب ما بتتابعوش اسعاره طيب؟ هو الناس سامعاني طب ولا فصل الكونكشن؟ لا ما حضرتك، تمام. طب خلاص يا امال قولي لنا كده لون الذهب ايه؟ ما حاسه ان اجابتي عبيطه قوي. لون الذهب ذهبي يعني، لا هيبقى مش لونه ذهبي، ايه؟ هو احنا بنشوفه اصفر صح؟ اه يعني مدي على اصفر الذهبي، كلمه ذهبي دي وصفه اصلا مش علينا يعني. احنا بنشوفه اصفر بس هو في الحقيقه لون الذهب مش اصفر. علم النانو بقى بيدخل في تفاصيل الجزيئات الصغيره اصلا بتاعه الماده، فبيشوف اصل الماده ايه. هتكتشف ان اللون بتاع الماده كل ما بتصغر حجم الذهب، يعني سيبنا بقى ان احنا بنتعامل مع الذهب بنشوفه في شكل مثلا جنيه ذهب، او بنشوفه في شكل سبيكه، او بنشوفه في شكل دبل او خاتم او حاجه زي كده. لما نيجي نصغر السكيل قوي وندخل جوه الماده قوي، هنكتشف ان في جزء في لحظه معينه لما صغر السكيل ان لون الذهب بيبدا ياخد لون البيربل البنفسجي شويه، بعد كده لما ندخل اكتر اكتر نلاقيه دخل في لون ازرق. يعني الذهب في الاصل لونه ما بين البنفسجي والازرق مش اصفر. امال ازاي انا بشوفه اصفر؟ اللارج سكيل هو اللي بيخليه ياخد بيهيفير تاني. هي بقى النانو ماتيريال بترجع لي الحاجه لاصلها. خصله الشعر احنا بنشوفها لونها اسود، بتشوفها اسود مثلا او ابيض يعني زي عندي، بس ايا كان لما بندخل جوه النانو سكيل بقى في خصله الشعر نكتشف ان لونها جراي مدي على الرصاصي في الاصل، ما هوش اسود. بس الجريز دي لما بتتجمع مع بعض تدي ايحاء للي بيشوفها من بعيد او حتى من قريب ان هي اسود، بس هي في الاصل مش اسود. فايه اللي بيخليني اعرف اصل الحاجه؟ هي بقى النانو ساينس بقى، علم النانو بيدخل جوه الحاجه بقى يعرفني اصلها ايه. وقيس على كده بقى مش بس نعرف الحاجه بالالوان يعني، لا ده انا كمان اقدر اعرف زي مثلا الاكتشافات الاثريه، الحفريات، الحاجات دي اعرف الحاجه دي عمرها كام سنه، الحاجه دي كان حجمها في الاصل قد ايه. يعني انا شفت مثلا سي اكتشفوا جمجمه، يقدروا يتخيلوا الحجم الكامل بتاع الانسان ده كان حجمه قد ايه. كل ده بطريقه النانو ساينس اللي هو بيشتغلوا بيه فكر ان يحللوا الحاجه لاصلها، يدخلوا جوه الحاجات الصغيره قوي قوي، التفاصيل الصغيره بتاعت الماده. ومن هنا بقى بداوا يستخدموا فكره المواد النانو دي عشان خاطر يدخلوها على مثلا ميه البحر، فتقوم المواد الصغيره دي لما تخش على الجزيئات اللي هي الهيدروجين والاكسجين بتاعت الميه اللي هي بتاعت البحر، تفك الملح من الميه نفسها وتطلع ميه عذبه. فبداوا يعملوا تحليه ميه للبحر عن طريق النانو ماتيريالز. بداوا يخشوا في ان هم يعالجوا الاورام السرطانيه بان هم يدخلوا نانو ماتيريالز ومعظمها داخل فيه ذهب، ان هم يعالجوا السرطان بالذهب. ففي حاجات بدات تخش وبدات تجيب نتيجه. زي ما قلنا كده مثلا ان ممكن يحط بعض المواد زي الحجر، المواد اللي هي الزلط والحجر والحاجات دي، يخلطها ببعض الالياف النانويه فيحولها لالماز. يعني يقدر يصنع الماز من ماده يوزلس زي مثلا تراب، يقدر يعمل حاجه زي كده. فبدات تخش في حاجات كتير، بدا يخش في النظارات مثلا، يعني ابسط حاجه يعني نظارات الشمس او النظارات اللي احنا النظر اللي موجوده دلوقتي. بدات تدخل ماتيريال جديده، اللي لابس مثلا نظاره قريب مثلا وسال هيلاقي ان بقى في ماتيريالز غير الازاز. الماتيريال دي فيها انتي ريفليكشن عالي عشان خاطر اشعه الشمس واشعه التلفزيون والكلام ده. والماتيريال دي حتى لما تيجي تشوفها تلاقي الماتيريال دي بتعمل اوتو كلين لوحدها كده، يعني لما تيجي ننفخ في الازاز بتاع النظاره العادي بيشبر على طول ولازم تمسحه بقى بمنديل او حاجه. انما النوعيات الماتيريال الجديده اللي دخلت دي دخلت على بلاستيك عادي، حولته لماده جديده. الماده دي بقت اول مثلا ما يجي عليها شويه شبوره او انت تنفخ في البلاستيك ده تلاقي الشبوره تطلع لمده ثواني وتختفي لوحدها. فبدأ يبقى فيه تكنولوجيا جديده تحسن من الحاجات الجديده. عشان كده احنا هندرس
العالم ده كله في الماده بتاعتنا. طبعا من الاخبار اللطيفه عندنا ان فكره ان الميد تيرم ان يبقى 50% من الفاينل دي خلاص هيتم الغائها من الترم ده، وان الميد تيرم هيقيم ككلاس وورك في صوره كويزات يعني، او اساينمنت او ايا كان وات ايفر، يعني هيبقى جزء من اعمال السنه عشان خاطر ما تظلموش تاني في الدرجات بتاعتكم. طبعا الساعات المكتبيه الميعاد المقترح بتاعها انا حاططها من الاربع من 10 ل 12، بس طبعا الكلام ده انتوا مش مقيدين بيه، اي وقت اي حد عايز اي حاجه طبعا تحت امره مفيش اي مشكله، وسائل التواصل كلها متاحه ليكم، في اي وقت تكلموني في اي حاجه اذا عندكم اي استفسار. خطتنا طبعا في حاله ان شاء الله لو الترم كمل 12 اسبوع هيبقى المفروض النهارده انتروداكشن عامه جدا كده، دردشه زي ما بنقول، وهنمشي الدنيا ازاي. بنتكلم المحاضرتين الجايين على بدايات الفابريكيشن، يمكن بعضكم درس اي سي تكنولوجي او فابريكيشن، بس احنا هناخد كده نظره كده على تصنيع البروسيسور مثلا، شركه انتل بتعمل ايه عشان تصنع البروسيسور، وهنشوف فيديو كمان لطيف هيشتغل بيشرح لنا ازاي بنصنع. ليه بقى انا بتكلم مثلا على البروسيسور؟ عشان البروسيسور المعالج بتاعه التكنولوجيا بتاعته بتتقاس بالنانوميتر، فالنانوميتر هو شغل النانو ماتيريال بتاعتنا. فنبدا نتكلم على محاضره خفيفه في الاول اللي هي المحاضره الجايه اللي هو التصنيع بشكل عام بتاع الانتجريتد سيركتس، وبشكل اعمق كده عن تفاصيل او مراحل التصنيع في المحاضره اللي بعدها. المحاضره اللي هي مثلا الرابعه هتبقى فلاش باك كده على النانو ماتيريال. هنا بقى المفروض كان دي تبقى الاول في البدايه اللي هي الهيستوري بتاعت النانو ماتيريال اللي هو تاريخ نشاتها ومين اول واحد اكتشفها لحد اخر واحد، بس احنا ايه يعني عاملينها لوحدها فاصل كده، كل كام محاضره نعمل محاضره ايه فيها هيستوري كده تبقى خفيفه يعني فواصل يعني. مفيش المحاضره اللي هي النانو فابريكيشن دي هتبقى مختلفه شويه، ممكن نعمل ميجا كويز فيها او كويز يعني كبير شويه اللي هو بديل مثلا للميد تيرم او حاجه زي كده. هنبدا نتكلم بقى على انواع الميكروسكوبس اللي بتقيس الحاجات الصغيره دي، يعني انا ازاي عرفت ان الحاجه دي 10 نانو؟ بالمناسبه النانو ده 10 اس ناقص 9 يعني حاجه كده صغيره جدا يعني، فازاي بقيس السكيلز بتاعت الماتيريال دي، وازاي بدخل جوه واشوف الذهب بقى اللي هو لونه ازرق ولا بنفسجي، والحاجات دي انا وصلت لها ازاي؟ يعني اكيد في ميكروسكوبس معينه بتخش جوه وتشوف التفاصيل دي. ففعلا هناخد حاجه اسمها ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، هناخد حاجه اسمها سكاننج تيونلينج مايكروسكوب، ولو في وقت كمان هندي الاتوميك فورسيت مايكروسكوب اللي هو الاي اف ام، ده برضه من المايكروسكوبس اللي هو القديم، اول مايكروسكوب ظهر للنانو. وبعد كده ندخل في محاضره بعد كده على بعض المواد بقى اللي اكتشفوها او بدايات يعني اكتشاف المواد اللي هي الصغيره قوي النانو ماتيريالز دي، اللي هي بتغير من خصائص اي ماده تضاف عليها، زي الفلورين دي ماده من المواد اللي هي بتغير خصائص اي حاجه بتندمج معاها، والنانو كاربون تيوبس اللي هي بقى الشعيرات اللي بتدخل في المواد عشان تقويها. على فكره النانو كاربون تيوبس مش بس بتخش في السيوف والسكاكين والفولاذ والكلام ده، ده كمان بتخش في الملابس، بقت تدخل في انواع معينه من البناطيل والجواكت والحاجات دي اللي هي بقت بنقول عليها بقت تاخد شكل حاجه اسمها الميتا ماتيريال، او المواد او الجواكت او القماش، نوعيه القماش اللي هو ما بتقطعش بسهوله. لو شفنا الحاجه اللي هي ايه النوعيات من الجلد كده بيتحط في العربيات في الكاوتشات بتاعت العربيات يعني، اللي هو بيقول عليه ما بتخرمش بسهوله، او لما بتخرم بيلحم نفسه، بنسمع المعلومه دي كتير، فدي داخله فيها النانو كاربون تيوبس. الجرافين ده برضه هتبقى محاضره ماده من المواد النانو تيوبس. الكوانتم دوتس برضه من الحاجات اللي هي التطبيقات بتاعت النانو ماتيريال. وبنختم في اخر محاضره عن مستقبل النانو، وهتكتشف مثلا ان في دول مركزه قوي في علم النانو وعامله شغل عالي زي السعوديه مثلا، يعني السعوديه هنتكلم عنها في المحاضره الاخيره، عامله شغل، عامله وحدات نانو في المملكه، عامله ابحاث كتير جدا في النانو، مطبقه النانو في علاج اورام، مطبقه النانو عندهم في تحليه الميه، لان عندهم في مشكله كبيره في موضوع الميه ونقل الميه من مكان لمكان، فعاملين تحليه للميه باستخدام النانو، فمطبقين حاجات كتير قوي. فهندرس بعض الدول و
ايه موقف النانو فيها، يعني التكنولوجيا النانو وصلت لفين فيها بما فيها مصر طبعا. الريفرنس هو في الاصل احنا شغالين اوبن ريسيرش، مفيش مرجع واحد اقدر امسكه واقول هو ده مرجعي الوحيد في النانو، لا يعني خلينا نتكلم فري ريسيرش اكتر. الناس اللي بتحب العربي في كتاب اسمه ما هي تقنية النانو، الكتاب ده جميل قوي بالعربي، بيشرح تقريبا الموضوع كله بشكل مبسط وسلس للي حابب يقرا في الموضوع يعني. طيب محاضرة النهارده المفروض كلها يعني ايه نانو وايه النانو ساينس وايه النانو بارتيكل وايه الهدف ان انا ادرس النانو والكلام ده، هنحاول نعديها بسرعة عشان ما تملوش مننا. طيب هو اول حاجة بسأل عليها النانو ساينس، علم النانو، ايه اللي هيحصل لما اوصل بالسكيل بتاع المادة لحجم صغير جدا؟ ده سؤال دايما انا عايز اعرفه في المحاضرة دي. السؤال الثاني، هل النانو فعلا هيغير في حياة الانسان؟ هو معظم الناس بتعتقد ده، وده حقيقي بدأ يحصل، لان لما نجحنا في فصل الملح عن المية بتاعت البحر ده كان نجاح كويس، لما نجحنا في علاج بعض الامراض باستخدام النانو ماتيريالز ده برضو كان علاج كويس، لما نجحنا في تطوير مثلا بعض الاسلحه باستخدام النانو ماتيريالز برضو كان يعتبر حاجه كويسه، فدي يعتبر فعلا بوابه للمستقبل. طيب ايه الغرض من النانو تكنولوجي عامه؟ هو المفروض انه بيخلي الحياه عامه والبرودكتس اللي انت تستخدمها، طبعا المفروض ان انا حجم اقل، سرعه اكبر، فيها ريليابيليتي او اعتماديه اكتر، فيها قوه اكتر، ومع كلمه قوه هي نفسها الاعتماديه، يعتمد عليها بغض النظر عن شكل العجله يعني. طيب تاريخ النانو هيجي بالتفصيل فيما بعد، هنتكلم عنه في محاضره اللي هي رحله صعود النانو، دي هنتكلم عنها في التفصيل المحاضره الرابعه. بس مبدئيا يعني النانو في مصر او يعني احنا ما بداناش نسمع عامه في العالم غير من فتره قريبه، من تقريبا اواخر الخمسينات اوائل الستينات كده. بس العرب كان ليهم نصيب كبير صراحه في اكتشاف او تطوير علم النانو، وهيرجع الفضل العالم فلسطيني هنتكلم عنه فيما بعد يعني في المحاضره الرابعه. بس مبدئيا في اواخر الخمسينات كانت الايه البدايه بتاعت النانو تكنولوجي. في واحد عالم كده خبط جمله في مؤتمر من المؤتمرات، قال لك there is plenty of room at the bottom، في يعني ايه مش هنترجمها ترجمه حرفيه، بس هو في الترجمه الحرفيه في الكتب العربي بيقولوا هناك متسع كبير في القاع. يعني يقصد ايه؟ يقصد ان في حاجات كتير احنا لسه ما نعرفهاش تحت، يقصد بيها كسكيل اقل. يعني هو بيتكلم العالم ده كان على سيمي كوندكتور ديفايسز في مؤتمر من المؤتمرات، فبيقول يا جماعه السكيل اللي احنا وصلنا له ده مش هو اقل حاجه، لسه في كتير هننزل عنه. وقد كان احنا نزلنا بالبروسيسور لاحجام وصلت لحاجات بال 12 نانو متر وكده. بدايه الثمانينات هي بدايه اول ميكروسكوب يقدر يبص في المانيا، يقدر يبص على الاحجام او الجسيمات الصغيره دي. 85 بدا يظهر او يكتشفوا ماده واخده شكل كره القدم كده اللي هي الفلورين، وهي دي اول ماده نانو حجمها صغير جدا. بعد كده 86 بداوا يكتشفوا الميكروسكوب الثاني اللي هو الاتوميك فورس مايكروسكوب. بعد كده بدا في 88 يعملوا بدايات الهارد ديسك يستخدموه او يكتشفوا ماتيريال تدخل فيه تصنيع الهارد ديسك اللي هي ماجنيتو ريزيستنس، دي من الحاجات اللي تخش في تصنيع الهارد ديسك حجمها برضو بالنانو. بعد كده بدا في نهايات الثمانينات يحسنوا الفابريكيشن بتاع المواد النانو دي عن طريق ان هم يكتشفوا حاجه اسمها اللايثوجرافي، والناس اللي خدت فابريكيشن عارفه الكلام ده، يعني ناخدها المره الجايه ان شاء الله. في التسعينات بدا يظهر بقى الكربون نانو تيوبس، احنا عرفناها مؤخرا بس هي عند القدماء المصريين موجوده من زمان واحنا مش عارفين ازاي. وفي 2001 بدات يبقى في منظمه رسميه للنانو تكنولوجي، يعني بدا العلم ده يبقى معترف به رسمي وليه مؤسسه وليه زي كده منظمه الصحه العالميه، بقى في منظمه خاصه بالنانو تكنولوجي.
طيب ده بالنسبه للهيستوري اوف نيم. الرسمه اللي قدامك دي على الشمال دي هي رسمه الفلورين، وده من الحاجات اللي احنا هندرسها في المواد، ماده صغيره جدا. كلمه نانو هي في الاصل كلمه اغريقيه اسمها نانوس، هي في الاصل كلمه اغريقيه اسمها نانوس، بس احنا يعني ايه اختصرناها لنانو وشغالين على المصطلح ده، يعني حاجه صغيره جدا تكاد تكون مهمله في الاريا يعني او الدايمنشن. الفلورين ده رغم انه حجمه صغير جدا عباره عن 60 ذره كربون متجمعين مع بعض في شكل كره قدم، يعني انت لو جبت كره قدم اللي هي ممكن نقول الستايل بتاع الكوره بتاع التسعينات كده والالفينات، اللي هو متقسم مسدسات منتظمه كده ومتجمعه حوالين بعض، عدد رؤوس المسدسات دي لو جيت حسبتها يطلعوا 60 برضه في كره القدم. هي نفس الفكره، عشان كده هم بيسموها سمول فوتبول يعني حاجه كده صغيره. المادة دي ايه لازمتها او ايه الهدف لما اكتشفوها يعني افادتنا في ايه؟ دي سموها السوبر كوندكتور، مواد فائقة التوصيل، يعني التوصيلية بتاعتها او الكوندكتيفيتي بتاعتها عالية جدا، اعلى من النحاس مثلا والحاجات العادية بتاعتها. زي ما هنعرف بعد كده ان انت متخيل ان نسبة كرة الارض، الكرة الارضية الاريا بتاعتها الى نسبة كرة القدم كام الى كام؟ حاجه كبيره جدا، الكره الارضيه كبيره جدا وكره القدم قد ايه يعني. فتخيل بقى ان نسبه الاريا بتاعت كره القدم الى ماده الفلورين هي نفسها نسبه الكره الارضيه الى كره القدم، متخيل حجم الفلورين ده قد ايه؟ ف الماده الفلورين والحاجات اللي زي دي بنخش بقى جواها طبعا بميكروسكوبس نشوف اصلها من جوه عامل ازاي، ونشوف ذرات الكربون لونها ايه في الاصل، والحاجات اللي زي ما قلنا كده حته الذهب مثلا انت بتشوفه لونه اصفر من بره، لما تخش جوه ان ديتيلز تكتشف انه ليه لون زي الازرق او البيربل حسب الاري او الدايمنشن اللي انت واخدها قد ايه. حتى ذرات الميه مثلا لما يجي مثلا يدرس او التلج، لما تيجي تبص على ذره التلج الصوره اللي قدامك دي، التلج احنا بنشوفه لونه ابيض، بعض الاحيان عينك تجيب لون سماوي كده او ازرق، بس هو ابيض انت شايفه ابيض، بس لما تدخل جوه تلاقي الذرات بقى بتاعت الهيدروجين والاكسجين تلاقيها واخده الوان اللي انت شايفها قدامك دي، في حاجات لونها ازرق، في حاجات لونها بنفسجي، في حاجات لونها ابيض. هو هنا بيتكلم على الحاجات اللي هي مثلا لونها البيربل ايه، الهيدروجين بياخد اللون الابيض، الاكسجين بياخد اللون البلو، وانت بتشوف من بره الميكس ده كله ابيض، ما بتشوفش لا البلو ولا حته البيربل ولا الكلام ده. الكلام ده طبعا ما بانش غير لما بدانا ندرس النانو ساينس. طيب حته النانو دي يعني ايه؟ قلنا 10 اس ناقص 9، وزي ما قلت لك كده عشان تتخيل مدى صغر كلمه نانو، فهي فكره النسبه بين كره الارض الى كره القدم تقريبا تكافئ النسبه بين الفوتبول الى الفلورين. الفلورين دي ماده من مواد النانو، فتخيل حجم النانو ده قد ايه؟ يكاد يكون ولا حاجه جنب كره القدم، نفس الكلام كره القدم ولا حاجه جنب الكره الارضيه. طبعا هنقيس الكلام ده ازاي؟ ازاي نميجر الكلام ده؟ اكيد مش بمسطره، هو النانو ده هيتقاس بمسطره؟ فطبعا يعني الحاجات دي هتحتاج مايكروسكوبس خاصه وسكيلز خاصه. كلمه نانو ساينس غالبا غالبا بتخضع للحاجات اللي هي ما بين 1 نانو ل 100 نانو متر، يعني الحاجات اللي الدايمنشنز بتاعتها من 1 نانو ل 100 نانو، هو ده اللي بنقول عليها نانو ماتيريالز. لكن حاجه بقى تبقى 1000 نانو او 2000 نانو او 10000 نانو، دي مش ما بقتش اسمها نانو ماتيريال، لان انا خرجت بره 10 اس ناقص 9 رحت للمايكرو، فبدات اخد شكل تاني. فمن 1 نانو ل 100 نانو هو ده رينج النانو ماتيريالز ده، او اقل طبعا من 100 اقل، لو اقل من كده. هنا بقى بيوري لك النانو او يعني ازاي الصغر بتاع النانو سكيل. فبيقول لك انت متخيل ان الضفر بتاعك بيطول 1 نانو متر كل ثانيه، كل ثانيه شوف انت بتقص ضوافرك كل قد ايه، يعني مثلا مره كل اسبوع، فتخيل انت في الاسبوع ده شوف فيه كام ثانيه واضرب عدد الثواني بتاعت الاسبوع دي في 1 نانو متر، شوف انت الضفر بتاعك ده طول قد ايه خلال الاسبوع، هتلاقيه انت ما كملتش في الاخر نص سنتي، يعني القصه دي كلها. نفس الكلام الشعر، الشعر الدقن مثلا بتاع الشخص ده بنقول هو بيكبر كل قد ايه، فبيقول لك 5 نانو كل ثانيه. طبعا يعني الموضوع ده مختلف شويه، مش ثابت يعني، دي حاجه تقديريه، يعني في ناس
ده انا ما اتطولش بسرعه، بس يعني ايه، دي حاجه تقديريه. طبعا الكلام ده اتحط طبعا تحت ميكروسكوبس معينه، وبدا يقيس الاطوال دي ويقيس مثلا على بعد كذا ثانيه، يعني خد راندم، ما قعدش طبعا اسبوع ولا شهر يقيس، هو خد مثلا راندم عدد دقائق معينه وقدر يطلع احصائيه منها ان هو في الثانيه الواحده اللينس ده اختلف بمقدار قد ايه. لما دخل جوه البويصله بتاعت الشعر، الخصله بتاعت الشعر من جوه، لقى ان اللون اهو، شوف شكل الخصله عامله ازاي، عامله زي الشجر اصلا، خصله من جوه شكلها عامل كده بتاعت الشعر. واللون ما هوش اسود ولا هوش ابيض، هو واخد اللون الجراي كده. ده ما كانش هيعرف او نشوفه غير لما دخلنا بميكروسكوبس معينه خاصه، قدرنا نشوف الكلام ده من جوه. طيب ايه علم النانو ساينس بقى؟ بيخدم ايه عامه؟ النانو ساينس عندي بيخدم مش بس بيولوجي ومش بس فيزيكس ومش بس كيمستري، تقريبا داخل في كل حاجه زي ما هنشوف في التطبيقات بتاعته. ليه بدرس النانو؟ زي ما قلت انا تركيزي اكتر اني بشوف البيهيفير بتاعت الماده، البيهيفير بتاعت الماده بتتغير مع السكيل. يعني الذهب اللي كان لونه ازرق في السكيل الصغير بقى لونه اصفر في السكيل الكبير لما تبقى سبيكه، او بقى شكل خاتم لما تجمع في حاجه متشافه بالعين المجرده اللون اتغير. اذا البروبرتس بتاعته اتغيرت، فانا بحب ادرس البروبرتس بتاعت الماده من النانو ساينس. الرياكتيفيتي والريابيليتي برضو داخلين في حاجه، يعني النانو ماتيريالز بدات تغير من خصائص الماده عندي، فبدات تزود صلابه ماده، بدات تغير من نوع ماده، زي ما هنشوف كده ان اضيف ماده على ماده فيطلع لي الماس. فتعمل ماس من حاجه كانت يوزلس، ده حاجه انجاز في حد ذاته. السايز طبعا بيختلف، يعني لما تيجي تسقط ضوء على ماده، طبعا شباب معلش الميتنج هيفصل فهنخرج وهندخل تاني عشان انتوا عارفين الزوم بتاعنا ليميتد 40 دقيقه، فهو فاضل له 10 دقائق تقريبا وهيفصل مننا. عندي الضوء لما يجي يسقط على ماده بيتغير الامتصاص بتاع الضوء، فيدي لون مختلف في السايز، مثلا 1 سنتيمتر سكوير او 1 سنتيمتر كيوب، غير لما يبقى نص، غير لما يبقى بالملي. زي ما قلنا حته الذهب ده اكبر مثال، ان هي بتتشاف كده ان ممكن تاثر الماده بالضوء او بالحراره يتغير كمان. يعني الماده لما يسقط عليها ضوء وهي حجمها بالك كبير، غير لما يسقط عليها هي نفس الماده، يسقط عليها نفس الضوء بس حجمها اقل، ممكن يكون الاكشن او رياكشن بتاع الماده يختلف. السكر مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها فيما بعد، هو السكر القوالب ده والسكر الفرط العادي خالص اللي في الاكياس. طبعا الناس اللي ما تعرفش سكر القوالب ده كان حاجه مشهوره زمان، كانوا بيسموه سكر حصنه، يعني ياكلوه الحصان يعني، بس هو سكر عادي، كان سكر مكعبات بيتحط للشاي والحاجات دي. فهو هنا بيتكلم ان السكر العادي اللي هو في الاكياس اللي احنا كلنا بنتعامل بيه ده يعتبر سمول سكيل عن السكر القوالب. فلما نيجي نشوف البيهيفير بتاع الذوبان، مين بيدوب اسرع، مين اللي هو تاثيره اكتر في او اسرع في الذوبان، ده طبعا مثال حي لفكره النانو سكيل واللارج سكيل. طبعا النانو هتدرس التاثير او تاثر الماده او رد فعل الماده تحت عده تاثيرات، الاوبتكس، الالكتريكال، الفيزيكال، الكيميكال، يعني تاثير حراره مثلا، تاثير الضوء، او لما اسقط ضوء مثلا على ماده او ادرس تاثير الماده، هل لون الماده بيتغير في السكيل الصغير عن السكيل الكبير؟ هل توصيليه الماده بتتحسن كل ما بنزل بالسكيل ولا لا؟ هل الماده دي لو هي مثلا هيبقى في ميلتنج بوينت او حاجه كده انصهار، فهل الماده دي بتكون اسرع انصهارا لما يكون حجمها اصغر ولا لا؟ زي السكر كده، لما السكر بيبقى حجمه صغير اكيد ذوبانه بيبقى اكتر من لما يكون بلك مكعب، هياخد وقت على ما يدوب المكعب ده. فهي السكيل لما بيقل بيبقى فيه بيهيفيرز احسن في الاداء شويه، فدي هتدرس في العلم بتاعنا. وادي الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عن فكره الذهب اللي هو شكله اصفر اهو في الحجم الكبير. كل ما بتنزل بقى بالسكيل بتاعنا
كل ما اللون بيروح لشكل غريب زي ما انت شايف، الوان بقى ما بين البنفسجي وما بين الايه الاحمر وما بين الازرق، الوان غريبه مش هي اللون اللي احنا عارفينه بتاع لون الذهب الاصفر. الاصفر ده في اللارج سكيل بس، انا بتكلم هنا ان الذهب في الطبيعي كبلك انت شايفه لونه اصفر، بس لما دخلنا جوه شويه لقينا عند 12 نانومتر بقى لونه احمر، في رينج معين هتلاقي لونه ازرق، في رينج تاني هتلاقي لونه بنفسجي. فطبعا ده حاجه من الحاجات الغريبه يعني. خلي بالك برضو فكره ان هنا الفاليو بتاعه الذهب هي افضل وهي بلك مش وهي حجم صغير، الفاليو كفاليو شراء وبيع، لكن في حجم صغير هي الفاليو بتاعتها في علاج حاجات تانية زي مثلا حته علاج الاورام السرطانيه، مش كذهب بقى يتلبس، لانه حاجه ب 12 نانومتر ولا 10 نانومتر ده سكيل صغير خالص بيدخل في حاجات تانية خالص. هنبدا زي ما نقول لحته الميلتنج بوينت بتاعت الماتيريال. الميكروسكوب هو اللي بيدخلني جوه التفاصيل الماده عشان اعرف الماده دي الميلتنج بوينت بتاعتها امتى، بتبدا يحصل لها انصهار امتى، بتحتاج انرجي قد ايه عشان تنصهر. يعني هل القوه اللي انت هتبذلها عشان تدوب معلقه سكر من كيس سكر عادي زي نفس الوقت اللي هتاخده عشان تدوب المكعب السكر ده، الفورس او الانرجي اللي هتبذلها لا مش زيها. طيب اللي فات ده كله النانو ماتيريالز وعلم النانو عامه، هنا بقى بندخل في النانو التكنولوجي بقى نفسها، تكنولوجي النانو اللي هو علم تطوير المواد وتطويعها لتنفيذ اوبريشن معينه عندي. فبدا يدخل مثلا النانو تكنولوجي زي ما انت شايف كده في اكتشاف الاورام، تشخيص دايجنوستيك تيومر الاورام، فانا بكتشف الكانسر غالبا عن طريق مش بس علاج، اكتشاف وتشخيص وعلاج عن طريق النانو تكنولوجي. فانا بتكلم بقى على التكنولوجيا النانو عامه بتستخدم في ايه. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتستخدم الملابس زي ما قلنا، بدا يعملوا ملابس زي ووتر بروف من النانو ماتيريالز، يدخلوا على القماش مواد فبدات تحسن من اداء الماده. بدا يصنعوا حاجات قويه جدا فولاذيه زي مثلا الكرات الراكت والحاجات الصغيره دي، بدات تدخل في عمليات التجميل طبعا ده اساسي. بدات تدخل في موبايلاتنا، البروسيسورز بتاعتك دايما تلاقي ان المراجعات بتاعت الموبايلات قايمه على فكره البروسيسور، تكنولوجيا التصنيع ده ميديا تيك ده مش عارف ايه، طب ده التكنولوجيا ده كام نانومتر عشان خاطر يبقى اسرع في الاداء ويشيل جرافيكس اعلى والكلام ده. فبدا يدخل في البروسيسور، بدا يدخل في الخلايا الشمسيه، بدات تظهر في حاجه اسمها خلايا شمسيه مضغوطه، بدا ما انت تحتاج فوق سطح بيتك خليه حجمها كبير عشان تطلع كرنت عالي، بدا يظهر خلايا مالتي لاير في حجم صغير جدا، ممكن في حجم قد كف الايد تعمل خلايا شمسيه تعتبر خمس ست خلايا في بعض مضغوطين بحجم خلايا اي 4 مثلا، يعني اللي قد كف الايد دي بقت بحجم خلايا اي 4 نفس الاداء. فبدانا ننزل ب حجم الخلايا الشمسيه وبدات تدخل تطبيقاتها يعتبر في الطاقه النظيفه. ده شكل عام لكل تطبيقات تقريبا النانو تكنولوجي داخله في كل حاجه، ميكانيكال الكتريكال، داخله في المباني، داخله حتى في الاسمنت، بدات تدخل النانو تكنولوجي عشان يعملوا تحسين للاسمنت ان هو يبقى اسمنت سريع الشك اللي هو اسمنت يتحط تحت الميه ويتصب اعمده تحت الميه فالاسمنت نفسه ما يتاثرش، ينشف بسرعه جدا. شوف انت الاسمنت بيحتاج قد ايه مثلا لو بتعمل محاره ولا حاجه تسيب الحيطه يوم ولا حاجه، لا ده ممكن في ظرف 10 دقائق او 5 دقائق ينشف، فانت محتاج حاجه زي كده بالذات تحت الميه لو بتعمل انفاق او بتعمل كباري او ايا كان. ده برضو ملخص للتطبيقات هسيبكم تبصوا عليها بتاعه النانو تكنولوجي. طب استاذنكم هنخرج وندخل تاني عشان خاطر فاضل دقيقه بس قدامي على الميتنج، فندخل نخرج وندخل تاني بعد اذنكم. زي ما قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتكلم انا ليه دايما بسعى ان انا انزل بالسكيل لاحجام صغيره جدا. زي ما قلت الكمبيوتر مثلا بتبدا دايما يعني نظريه بناء اجهزه الكمبيوتر والحاجات دي حاجه اسمها توب داون،
اللي هي ببدأ من أحجام كبيرة. في السبعينات كان الكمبيوتر في جامعة القاهرة واخد تقريبا أوضة كاملة، ده جهاز كمبيوتر واحد كان واخد بالكامل شاشته بقطع غياره بكل حاجة، كانت واخدة كده جهاز أوضة كاملة أكبر من مدرج عندنا، ده كان كمبيوتر على بعضه. بعد كده بدأنا نقلل 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 لحد ما وصلنا للحجم الصغير خالص اللي بقى دلوقتي أجهزة، يعني الموبايل يعتبر كمبيوتر مصغر. فبنعمل حاجة اسمها زي نحت كده، إن أنا بنزل توب داون، بنزل من حجم صغير، من حجم كبير لحجم صغير. برضو النانو ماتيريالز بتاخد نظرية البوتوم أب، إن أنا ممكن أبدأ من أحجام صغيرة وأوصل لحجم كبير زي الذهب، إنك وصلت من جزيئات صغيرة وعملت سبيكة جمعتها بشكل معين. زي النانو وايرز، النانو وايرز دي يعني انت متخيل ان البروسيسور من جوه عباره عن ايه؟ البروسيسور بتاعك عباره عن اي سيهات ومتوصله ببعض. طيب انت متخيل في كام اي سي جوه البروسيسور؟ في كام ترانزستور مثلا؟ احيانا بنوصل لملايين الترانزستورز جوه البروسيسور بتاعك، ده ان ما كانش مئات الملايين. طيب الترانزستورز دي مش محتاجه وايرز توصل بينها؟ ده انت يا راجل لما تيجي تعمل مشروع صغير فيه ترانزستور ومقاومتين وبطاريه، بتلاقي نفسك مسلم البروجكت بتاعك في الاخر عباره عن سلك شعر مكرونه قد كده طالعين من البورده وحاجات كتير، وهو كلهم اصلا 4 كومبوننت. فازاي بقى مليون ترانزستور متوصلين ببعض وانا في حجم قد كف الايد؟ كف الايد مين ده؟ حاجه يعني بنتكلم في 2 سم في 2 سم مثلا. يبقى في وايرز رفيعه جدا انت مش شايفها بعينك المجرده، وملايين الوايرز متوصله ما بين بنات الاي سيات وبعضها، او ما بين بنات الترانزستورز وبعضها، هي دي النانو وايرز. فتخيل انت ان النانو وايرز انت بتجمع ملايين الاسلاك جنب بعض عشان تعمل شكل متشابه بالعين المجرده اللي هو شكل البروسيسور. دي نظريه اسمها بوتوم اب، ان انت بتبدا من حاجه صغيره جدا توصل لحاجه كبيره، والعكس ان الكمبيوتر نفسه ينزل اللي هو التكنولوجي كلها تنزل لحجم صغير. انت محتاج الاثنين في نفس الوقت، محتاج تبدأ من كبير وتنزل لصغير، ومحتاج في نفس الوقت تجمع حاجات صغيرة مع بعض عشان توصل لحاجة كبيرة، بس مش حاجة كبيرة اللي هي لارج سكيل قوي، لا. محتاج النظرتين يتطبقوا في نفس الوقت، وهو ده شغل النانو تكنولوجي. طيب. ده طبعا فكرة القياس أو فكرة التنفيذ أو البرودكشن بتاع النانو بارتيكلز. زي احنا هنشوفها طبعا المحاضره الجايه، فكره انك انت بتبدا بماده خام، الماده الخام دي محتاج انك انت تعمل لها طباعه وعلى ويفر معينه، والويفر دي تتقسم وتبقى ديفايسز، زي فكره الاي سي. الاي سي لما يجي يتصنع اي اي سي مثلا بيبدا برمل، دي الماده الخام، وبعد كده بيبدا معالجه الرمل ده بشكل معين عشان يطلع السيليكون، بيور سيليكون منه، لان الرملايه بيبقى فيها نسبه سيليكون، فبختار رمل معين وتحديدا موجود في مصر عندنا في ارض سيناء اللي هي فيها نسبه سيليكا عاليه، اقدر اطلع منه البيور سيليكون، وابدا بقى البيور سيليكون دي احط لها امبيورتيز معينه، وبعد كده اعمل لها اللي هو الايمجينج زي ما انتم شايفين كده، اللي هو جزء التصوير بحاجه اسمها اللايتوجرافي، بحيث ان هي تطبع رسمه الدايره بتاعت البروسيسور او حاجه زي كده على ويفر. الويفر ده عباره عن شريحه رقيقه برضو ماده سيليكون او ايا كان، او بيزو او سبستريت ماتيريال، وبيدخل فيها بقى الان والبي والكلام ده عشان يطلع شكل بقى ايه الاي سي اللي فيه دايوس او فيه ترانزستورز او فيه حاجات من جوه. وطبعا في النهايه الويفر دي بتحتوي على الاف الترانزستور، وبعد كده ترجع تتقطع ويبقى معايا مثلا في العمليه الواحده او في التصنيع الواحد مثلا 100,000 ترانزستور ولا حاجه منتجهم في المره الواحده. نفس القصه برضو في النانو بارتيكل في التصنيع او في الفابريكيشن، واخد شكل قوي فابريكيشن بتاع السيمي كوندكتور ديفايس. عشان كده المحاضره الجايه هنتكلم على الفابريكيشن عامه بما فيها السيمي كوندكتور ديفايسز، لان هي نفس الفكره بتاعت التصنيع واحد. طيب ازاي بنقيس الكلام ده؟ عندنا مايكروسكوبس، وثلاثه مايكروسكوبس في منهجنا المفروض ندرسهم، هو الطبيعي ان احنا عاملين اثنين ولو في وقت هناخد الثالث، وان كان اللي هو الاتوميك فورس مايكروسكوب ما بقاش مستخدم قوي، بس برضه ممكن ندي هنت عنه سريع.
طبعا دي اجهزه من ضمن الاجهزه اللي بتستخدم لعمل سكاننج وتفحص الماده من جوه. شكل الميكروسكوب قدامك اهو، ده الاوبتيكال او الالكترون ميكروسكوب او ايا كان. طبعا بتبقى الميكروسكوبس حجمها كبير، يعني هو معمل، يعني زي معمل الموجود عند دكتور زويل. لو حد راح الزياره بتاعت زويل هيشوف المعمل شبه الصوره اللي على الشمال دي، تقريبا معمل شبه ده، هو معمل النانو تكنولوجي، وده اللي هو الجهاز اللي قاس بيه السرعه بالفيمتو ثانيه. يعني نفس القصه، هو تقريبا نفس الجهاز اللي ينفع يستخدم فيه النانو بارتيكل يعني. طيب النانو الكترونكس زي ما بنتكلم عنها، هي مفروض كلمه نانو الكترونكس يعني بدخل قوي في تصنيع حاجه زي البروسيسور. فالبروسيسور من جوه فيه كام ترانزستور، فيه كام اي سي احيانا من جوه اصلا، وتصنيعها بيبقى عامل ازاي. ده المفروض هو النانو الكترونكس. داخله بقى فيها النانو فابريكيشن، ازاي بتتم عمليه التصنيع بتاعه النانو ماتيريالز دي او النانو ديفايس، وهو ده اللي هيبقى محور كلامنا ان شاء الله للمره الجايه. ازاي اوصل من حجم صغير جدا لحجم كبير، او العكس، من حجم كبير لحجم صغير، اللي هي النظريتين بتاعه توب داون وبوتوم اب، دول هناخدهم برضو بالتفصيل. في النهايه بقى التحدي بتاع النانو ساينس بيوصلنا لايه؟ طبعا في ريسيرش شغال يومي على ان حاليا يعني في الوقت الحالي ان يدخل النانو ماتيريالز في الديتكشن والعلاج الكوفيد 19. ده من ضمن الحاجات اللقاحات اللي ظهرت حاليا مؤخرا، وغالبا اللقاح الصيني كان قايم على كده، قايم على فكره ان النانو بارتيكلز ان هو هيدخل على ده بالنسبه اللي هو حاليا اللي شغالين على حته العلاج مش حته الوقايه يعني. فحته العلاج هم شغالين على حته الاماكن اللي بتصاب، وغالبا الاماكن دي بتبقى في الحلق وفي الرئه وكده، ويحاولوا يحطوا جسيمات عليها، يزرعوا جسيمات على الاماكن المصابه دي عشان تقلل عمليه التليف اللي بتحصل في الرئه نتيجه الكورونا. فده من ضمن التطبيقات الحديثه جدا اللي شغال دلوقتي فيها النانو بارتيكلز. طبعا التحدي في علم النانو عامه ان انت عايز توصل ل اول حاجه تحاول تمحي اثار الدمار اللي حصل قبل كده او اي مشاكل حصلت قبل كده. يعني زي مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا الكورونا عملت لنا مشاكل، السرطان عامل مشاكل، انت بتحاول تقلل تاثير الكلام ده، تحاول تحسن الوضع الحالي، البيئه لو في امكن. زي مثلا عندنا ازمه في الميه، فطبعا انت محتاج وانت بتحل ازمه الميه انك انت تعمل بديل دايما، ما تفكرش تحت رجليك انك انت بس تحل ازمه الميه وخلاص، وان مشكله النسبه اللي هتجيلك من اثيوبيا تبقى اتحلت وخلاص. لا، انت عايز برضو دايما بديل مستقبلي. انت في النهايه نسبه الميه اللي بتجيلك الكام و50 مليار دي مش هتكفي الناس دي بعد سنه ولا اثنين ولا 10. في النهايه هي النسبه محدوده والعدد بيزيد، فلازم يبقى في بديل. فبديل يعني لازم تصحح الوضع الحالي اللي انت فيه، ما تمشيش دايما بنفس الكم اللي انت شغال بيه، لازم تشوف حل، لازم تبدا لتحليه ميه البحر، ولازم تفعل علم النانو. تحاول تمنع المستقبل ان هو يوديك في مشكله ثانيه، يعني مستقبلا زي ما احنا بنقول عشان اولادنا وعشان حاجه دي، يبقى انت لازم تامن لهم مستقبل. يبقى معنى كده انك انت لازم تطور او تطوع علم النانو ان هو يخدم الصناعات المستقبليه بقى. وطبعا بقى قيس على كده مش بس استهلاك، يعني مش بس ان انا اوظف النانو ان انا اعمل بس بروسيسورات عشان موبايلات وحاجات استهلاكيه فقط. لا، احنا بنتكلم في حاجات زي اكل، زي الشرب، زي اللبس، حاجات اساسيه، حاجات في الحياه نفسها. يعني لو امكن ان انا اقلل استهلاك الكهرباء بشكل عام واعتمد على طاقه نظيفه، فطاقه نظيفه دي عشان تعملها مثلا بخلايا شمسيه انت محتاج احجام كبيره وتكلفه عاليه. طيب البديل ان يبدا النانو تكنولوجي تصغر حجم الخلايا الشمسيه قدر الامكان، فبالتالي بصغر الاريا المستخدمه فوق سطح البيوت وابتدي استفيد اكتر مع تصغير التكلفه. وقيس على كده حاجات كتير قوي النانو تكنولوجي هتدخل فيها. دي طبعا خلاصه المحاضره، ان كلمه نانو يعني انت شغال من 1 ل 100 نانو متر، ده الرينج اللي يسمى نانو ماتيريال. كلمة نانو ساينس هي فكرة انك انت
لو عندي بلوك موجود فيه مئات الاتومز البيهيفير بتاعها شكلها ايه، ولو دخلت جوه وان اتوم وشفت البيهيفير بتاعتها شكلها ايه، زي قلنا الفصلة الشعر لما دخلنا من جوه قوي شفنا لونها وشفنا طولها وعرفنا كل حاجه واخده قد ايه، ونقدر نعرف تقريبيا مثلا فروه الراس دي فيها كام شعرايه، كام مليون شعرايه. نفس الكلام لما بداوا يدخلوا على بشره الجلد بتاعت الوش مثلا او الايد او الرجل او ايا كان، بداوا يخشوا في عمليات التجميل، لان مثلا انا عشان ازرع جلد لشخص مثلا مصاب كان في حادثه او اي او ايفر كان ايه، درجه اللون بتاعت الجلد انت ما بتاخدش بالظاهر، وتروح حاطط جلد مثلا اللي هو عمليه بيسموها عمليه ترقيع الجلد، فما ينفعش احط اي درجه كده، هي مش جزمه يعني هتحط تكمله او شنطه هتقيد في اي حاجه، لا ده انت لازم توصل لنفس درجه اللون بتاعت الجلد بالظبط. فطبعا بدخل جوه درجه لون الجلد الاصليه وبعرف اصل اللون ايه، وابدا اصنع جلد الصناعي بتاعي بطريقه عكسيه، ان ابدا بنفس اللون الصغير اللي هو وصلت له بالتحليل بتاع النانو ماتيريالز، وابدا اعمل جلد مشابه ليه اوصل لنفس درجه اللون ويبدا يعمل عمليه الترقيع بتاعه الجلد. بره طبعا شغالين كده حاليا في دول منهم امريكا شغاله في العمليه دي بالشكل ده، ان هو بيوصل ليه اصل اللون بتاع جلد الانسان ويبدا يحط له جلد بديل، فتلاقي الشخص ما يبانش خالص ان هو عامل عمليه تجميل او عامل، طبعا ده الناس اللي هي ايه مصابه بقى حروق او حاجه زي كده. طب وده سبب اللي بيخلي الفنانين اللي هنا والناس اللي هنا تطلع تعمل عمليات تجميل بره مش هنا، عشان خاطر ايه الدقه والحاجات دي. دراسه خواص المواد، لان زي ما قلنا كده هتعرف انت بعد كده ان ممكن لما تيجي تعدل على اي ماده تطلع بيهيفير مختلف خالص، ممكن تحسن من توصيليه ماده فتطلع ماده قويه جدا في التوصيل، عكس اللي هي السوبر كوندكتور يعني زي ماده الكوانتم دوت والفلورين والحاجات دي تبقى سوبر كوندكتور فتستخدم في توصيل الكهرباء احسن مثلا من النحاس مثلا. زي ما قلنا الدهانات، حتى الدهانات احنا بنعاني من مشكله، مثلا انت لو عندك حيطه ماشي ومدهونه بقى فتره وعايز تكمل جزء من الحيطه تدهنه، يعني كنت دهنت الدور اللي تحت وعايز تدهن الدور اللي فوق، عندنا مشكله في الصناعيه هنا طبعا بيجتهدوا ان هم يجيبوا اللون بالنظر، فغالبا لما تيجي تشوف اللون تلاقي ان في دايما فرق في درجات اللون، فتضطر تعمل ايه؟ تضطر تدهن الادوار كلها تاني او تعيد على لون الدهن قبل كده عشان يبقى كله واخد زي ما بيقولوا ميه واحده او لون واحد. علم النانو بقى بيغريك عن القصه دي، عن طريق طبعا الكمبيوتر بياخد حته من الحيطه القديمه المدهونه ويقدر يحللها ويقدر يعرف لونها الاصلي ايه، ويقدر عن طريق الكمبيوتر يخلط لون تاني ميكس مشابه لنفس اللون ده بالظبط فيدهن بيه بقى الحيطه. الكلام ده هو اللي اتعمل في قصر البارون لما جه تنفذ، قشروا الحيطه عشان يوصلوا للون الاصلي اللي كان معمول بيه القصر زمان خالص اول لون، وقدروا هو للاسف اللون الاصلي خالص هو اللون الغامق القتيم اللي اتعمل بيه اللون مؤخرا ده، اللون المحمر الغامق هو ده اللون الاصلي خالص بتاع القصر. فبدانا نوصل لاصل اللون وعن طريق النانو ماتيريال او طبعا بالميكروسكوبس النانو قدروا يوصلوا لاصل اللون كان شكله ايه، ومنه قدروا يصنعوا او يخلطوا لون تاني عشان يدهنوا بيه القصر الواجهه من بره تبقى هي نفس الواجهه القديمه. طبعا كان ممكن يعمل اي لون تاني مفيش اي مشكله، او ممكن كان يعمل رخام، بس هو كان عاوز يحافظ على اصل اللون اللي اتعمل بيه القصر. حاجات من ضمن الحاجات زي ما قلنا حاليا التحليل اللي شغال في علم النانو عشان يكتشفوا الموميا مثلا، الملوك اللي كانت في حرب او حاجه زي كده، هو ده اصيب في حرب، توت عنخ امون ده قتل ولا انتحر ولا مات طبيعي، الحاجات دي كلها بدات تكتشف ازاي، انه بيدخل في اصل الموميا نفسها ويبدا يعرف الفتحات والخدوش والحاجات دي هي طبيعيه ولا بالات حاده ولا طبعا بيوصل لجزيئات صغيره جدا من جسم الشخص عشان يقدر يحدد هي الحزن اللي موجود ده خد شعريه ولا نتيجه عنف ولا نتيجه سقوط عادي ولا يعني هل هو وقع من فوق العربيه زي ما كانوا بيقولوا ولا اتقتل ولا الحاجات دي بقى كلها بدات تكتشف الفتره الاخيره، وبدا بقى في كتب تنزل عن حكايات الملوك والفراعنه نتيجه تحليل وعلم النانو. علم كبير، اعتبر المحاضره دي محاضره جنرال يعني كانها ورشه عمل، او اعتبر الماده كلها تمشي كده كانها ورش عمل عن النانو تكنولوجي. خطتنا ان شاء الله المره الجايه
ان احنا هنتكلم على التصنيع. زي ما قلت انا هطرح عليكم فكره في الام اس ان انا اسجل الفيديو مسبقا ويبقى الميتنج 10 دقائق ربع ساعه تعقيب على الفيديو اللي نزل، بس تكونوا خدتوا وقتكم وسمعتوه. يعني هيبقى الفابريكيشن المره الجايه ازاي بنصنع اصلا اي ماتيريال، بروسيسور بقى، اي حاجه، اي ديفايس ازاي بتصنع من حجم صغير الى حجم احنا بنستخدمه عندنا. ده تمهيدا لفيما بعد بقى ادرس المواد نفسها اللي هي زي الفلورين، زي النانو كاربون تيوبس، زي الجرافين، وازاي بنقيس المواد دي عن طريق الميكروسكوبس. فمنهجنا عباره عن جزء فابريكيشن، جزء بيتكلم عن المواد نفسها، جزء بيتكلم عن طريقه قياس المواد. شكرا لكم يا شباب، نشوفكم على خير، وانا اسف جدا لو كنت طولت عليكم وصدعتكم النهارده. هظبط بقى منتج الفيديو وارفعه لكم باذن الله. شكرا. شكرا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.